نعم، بتقصد الباش مهندس جديد غوار بيك. يا أخي إلك الدغري، هالرجل شعلة ذكاء، شي فظيع كتير. بتعرف أنا رغم إني متصرف ووظيفتي أعلى من وظيفته، يا أخي سبحان الله لما بشوفه بشعر برهبة هيك وبصير برجف وبخاف. إله سطوة وهيبة يا أخي. لا لا، فهمان بمصلحته تماما يا أخي. شو دائرة الهندسة عنده كلها عشقة وكل شغل. بتريد أحكي لك معه مشان هداك الموضوع؟ والله هلأ بالوقت الحاضر صعب، أنا بستحي وما بسترجي أحكي معه. لنشوف هلأ باعتبار جديد موظف عنا، بركي متى ما يعني صرت شوفه كتير وبقدر يعني إني أحكي له. لا؟ إيه طيب طيب، بدك تمهني بالموضوع. الله وسم لضك، مع السلامة. نعم مسيو ألفونسو، تفضل كمل حديثك. مسيو المتصرف، كنت عم بتكلم عن دوسيي تعهد إنشاء مستودعات يلي صار كونتراتو مع الكومباني تبعنا حتى يعمم. أيوة، أنا مضيت الكونتراتو وسلمتك إياها بإيدك مسيو دوبري. سي جيست مون فيو، الكونتراتو مع كل الخرايط أنا وديته مشان توقيع عند الباش مهندس الأولاني. باش مهندس الأولاني إيه، بس بيكون مضاها. نو مسيو نو، الباش مهندس أولاني ما مضى دوسيي. وحضرتكم تعرفوا انه قبض حصته مثل ما حضرتكم كمان قبضتوا حصتكم. ارجوك وطي صوتك. نعم انا بعرف انه قبضت حصتي من المشروع، والباش مهندس القديم قبض حصته، ووقتها تفاهمنا على اساس انه يمضي المشروع بسرعه، وبعدته بيظهر ما مضى، يعني بيظهر طار من وظيفته قبل ما يوقع على الكونتراتو. مسيو المتصرف، انا خايف كتير مشان دوسيه. راح التوقيع عند باش مهندس جديد من أسبوع بعد ما طلع. من أسبوع فاتت لعنده ما مضاها. لا، بس ما يكون مكتشف فيها اللعبة أو الأسعار المرتفعة. حاكم هذا فظيع وذكي كتير. مسيو المتصرف، شو العمل؟ لازم تدبير؟ لازم تدبير سريع مسيو المتصرف. معلوم بدك تدبير سريع. سيلفو بلي، أنا مقطوع قلبي أكتر منكم. سيلفو بلي، شو العمل هلأ؟ شو العمل؟ أنا إجتني فكرة، رح أدخل لمكتب وروح أعمل له زيارة، بركي بقدر فاتحه بالموضوع. أرجوكم استنوني هون. سيلفو بلي، إذا بتريد. بردو مسيو ألفونسو، مسيو دوبري. شامم ريحته شوية. وأنا والله يمكن علمك وين؟ يمكن من عند جيراننا. شو جيران؟ الله لا يعطيك عافية. إن شاء الله ما انحرق كثير يكون. أكشي. شو ها؟ هيك عملت بفردة الجاكيت؟ شو بدنا نعمل هلا؟ شو بدنا نحكي لصاحبه؟ أنا بدبره. لك شلون بدك تدبرها؟ بس فهمني شلون بدك تدبرها؟ لك أخي اتركها علي. يا سيدنا شو بدك تقول له؟ بس فهمني، هذا مو صدر الشمال؟ ايه مزبوط. بنقول له بنعمل له هون هيك فتحه مثل القلب. بنقول له هي الموضه جديده، يعملوا هيك قلب مفتوح على اليسار مشان الغرام. ايه مشان ينعرف انه القلب شمال. الله يلعن الساعه اللي شفت وشك فيها، وش النحس. نزعت الجاكيت، قلبي يفتح له قلب مع الشمال. لا تعيط وتخانق كثير حضرتك، روح شوف حالك قبل ما ترفع صوتك علي. شو عم بعمل؟ لكو زبون هلا قال لي حضرتك لابس له جاكيت ودق تليفون قال جاي هلا بده الطقم. صحيح ذكرتني، لفوت اشلحه قبل ما يجي. منيح اللي ذكرتك معلمي. شبك؟ لا تنسى تشتري لنا كم مضرع خيش مصمم، لانه الخيش اللي عنا اللي عم نحطه حشوات للجواكيت خلصوا. لك يا بني آدم، كم مرة فهمتك لا تعلي صوتك لما تحكي هيك حكي؟ شلون عم بركي فات زبون هلا سمعك عم تقول انه عم نحط خيش مصمغة واضح تيلا؟ نحن شو عم نحط لك؟
نحن عم نقول لهم تيلا اوروبيه. ايوه ما عنا غير تيلا اوروبيه نحن. خيش ما بنحط، اوعى تفتكر بنحط خيش. يمكن هيك مفتكر هذا الزبون. شو هالحاله هاي؟ كل يوم بتقلي بكره بكره بكره. خلص اخي اعطيني الطقم، ما بقى بدي. ليش زعلان؟ ولو خلص اخي، ولو مو خالص اعطيني الطقم. جميل يا فندي، طعمك خالص. مين اللي قال لك مو خالص؟ جناب شريكه. اوف، ليش شلون بتقول له مو خالص؟ الأشكال طبعا مو خالص. شلون بدي اعطيه يا اخي جاكيت وقول له خالص وحضرتك لابسه ورحت في مشوار؟ يعني بيقصد لاني مو موجود ما حب يعطيك الطقم. أيوة. نحن جميل افندي صاحب المحل وما بتفرق، يعني بياخذ وبيمشي. لك اخي شلون بياخذ وبيمشي والجاكيت معك؟ معه شو عم يعمل معه؟ ها يعمل معه معروف. ها ايه هذا الجاكيت نسيت، كان معي باعتبار مكوايتنا منزوعة. أيوة. أخذته للكوة اللي بالحارة الثانية مشان كوالك يا. شلون منزوعة؟ هلأ حرقنا فيها لسه الصدور. لا حول الله من أمر الله. على كل حال الطقم خالص، تفضل تفضل استلمه. البسه جوا. قيسه يعني؟ إيه إيه تفضل قيس. طيب إذا ممكن. قيسه أبا تاخده. لك أخي ليش هيك عم تعمل معي؟ لك رح تفضحني أنت، رح تفضحني. نعم 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 أنا. أهلا وسهلا. أني ماشي أخي. ها دقيقة دقيقة انتظر على الخط. لك هذا الزبون اللي جاب الشقفة الصيفية. ايه؟ الشهر الماضي. ايه؟ وعم يسأل عنها، شو بدنا نقول له؟ والله ما بعرف، هات لشوف. ألو أهلين، شلونك حضر زافندي؟ إن شاء الله منيح. أخي هي الشقفة الصيفية، أنت منين جايبها؟ منين جايبه؟ جايبه بابا. ايه من برا لعمل. لك وقف، هي مو هذاك، هي الشقفه اللي بعناها لعبد الله بيك وما لقينا منها بالسوق. لك فما ايه شلون بدك؟ الو ايه ايه هي اللي بعناها لعبد هي اللي بعناها لعبد الغفار بيك وما كنا نلاقي منها بالسوق. إيه؟ شوف شو بدك دبر له اياها. لك ما في بالسوق منها، ليش تبيعها؟ الو ايه اخي هاي الشقفة منين جايبها؟ منين جايبها؟ من برا. لك يا اخي شو الغلطة؟ شو الغلطة؟ ما بتعرف انه بلاد برا كلهم غشاشين؟ هاي الشقفة يا سيدنا نحن قلنا بالعادة قبل ما نفصل الطقم بننقع شقفته بالمي، نقعناها قام كشيت. كتان لانه كتان كشيت. ايه شلون؟ والله كلها كشيت، ما صفي منها ولا سنتي. تعا شوف إذا كان بتلاقي في قصقوصة عنا منها بالمحل بكون أنا كذاب. نعم التوب كله ما بكش إلا ثلاث ياردات. مظبوط، بايعينك لثلاث ياردات يلي بكشوا. شلون؟ ما بصدق؟ والله كلامنا مظبوط. تم سعر أبت جاي مسعر أبتك. قال تعا شوف المحل إذا بتلاقي شيء. قال لح يجي مسعر أبتك. طيب تفضل. استحيت اطلب منهم يا معلم، استحيت اطلب منهم يا معلم، لان صرت ساحبه اجره شهرين من قدها. معلش يا حبيبتي لا تزعل. هالي دقي يا بابا. شرف شرف البيت. هالي دقي يا بابا. اهلا وسهلا، الله يعطيك العافيه ابني. الله يعافيكي. خير ان شاء الله، في شيء جديد اليوم كمان؟ لا سلامتك. الله يسلمك. ايوه هيك ان شاء الله تكون جايب خبز معك. خبز؟ ليش الخبز؟ حتى يتعشوا اخواتك. يتعشوا؟ لسه امبارح يتعشوا؟ كل يوم بدكم تطلعوا لي بنغمه العشاء هي؟ ان شاء الله رح تاخذوا لي اياها هي العشاء عاده، كل يوم كل يوم والثاني عشاء. اول امبارح لسه جبت لكم صحن فول، وين عم تروحوا يا الاكل؟ شعال والله، شو مفكرة عندي أنا معمل مطبع عم بطبع عملة؟ ولك يا ابني وين عم تروح بأجرتك؟ عم تاخذ بالشهر 200 ليرة. بلا 200 ليرة. شو بتريدي يجيب لك ياهن؟ إلك لا 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 أعطيك ياهن يعني؟ وأنا منين بدي أصرف؟ كل شهر عم يطلع رقصة جديدة، منين بدي لحق أنا مصاري؟ عم بدفع 100 ليرة لأستاذ الرقص، و40 ليرة للمعهد. شو بده يصفى لي؟ لسه مصروف جابه وحق دخان وحق مشروبات روحيه. يعني بيهون عليك امك تشتغل عند الناس وانت تصرف مصاريك على الرقص؟ انت خرسي وسدي حلقك.
الله يهديك يا ابني، الله يهديك. عال والله كل يوم هالكواني دخلك. انت وين اجرتك عم تروحي فيها؟ كلها عم تصرفي ليها على هي الدبه واختها مشان يتعلموا. لا تعصبي حالك، الحمار بضل حمار، الشهاده ما بتساوي الحمار زلمي، بدهم يضلوا حمير. معلش يا ابني معلش، بس الله يرحمه ابوك قبل ما يموت. هيك هيك وصاك باخواتك. بالله ليش دخلك هدول اولادي لما اولاده لابي؟ اه كان حضرته ابي قبل ما يموت يأمنون بعدين يروح يموت على كيفه، فهمتي شلون؟ لما حضرتك اتجوزتي انت وابي وخلفتونا ما حدا اخذ رأيي، تنباعوا بالعزا. ماما خليني اترك المدرسة ولاقي لي شغلة، حاجة تتعذبي. لا يا بنت اصبرنا الكثير وما بقي الا القليل. بس مستحيل اقبل ضل بالمدرسة وانت عم تعذبي حالك بهالشكل. خليني لاقي لي شغلة ونتساعد انا وانتي ونعلم اختي دلال. بس يا بنت وصلت اللقمة للتم ومنتركها كيف يعني؟ تعوقت اختك وين راحت؟ وين كنتي يا دلال؟ كنت عند رفيقتي عم رجع لها للكتاب. شو ها؟ لك ليش هيك جاكيتي مو مكوي مجعلك؟ هيك بدي روح على نادي الرقص؟ معليش يا تقبرني ما قدرت اكوي لك اياها لانه اليوم كان عندي الشغل بثلاث اربع بيوت. لك والله انت يا امي لا عندك ضمير واخلاص وتفاهم وازدهار اقتصادي. اقسم بالله ما عندك شيء من هذا كلياته، هيك بتريديني روح مبهدل بالقميص والبنطلون؟ امك ايدها مفكوشه. انت خرسي وسدي حلقك يبعث لك حما. شاطره طالعي حيال انت وامك، امك ايدها مفكوشه. ليك ما فيها والله وافقه شنن طبقه انت وياها، ليك مثل الاردي. شاطرة بس عند الناس تطلع على السلم تمسح وتعزل. وانت الثانية وليه تعي لهون؟ شلون تقولي لرفيقي انك انت اختي؟ لكن شو بدها تقول له مش اختك؟ لك انا قايل له هي صانعتنا؟ هيك يا ظلام بتريدوا اتبهدل انا قدام رفقاتي وقالوا لي اختك شرشوحة؟ لكن مو احسن تعطينا المصاري إلنا؟ احسن ما عم تصرفهم على النادي على شي بلا طعمة؟ خرسي وسدي حلقك وغرى وسعلي حشاها اي بعت لك حمى. يفتح حريم قلبكم لعم على الشغلة. معليش يا ابني طول بالك كله مشان الجاكيت، هلأ بكوي لك إياها يا حبيبي. طول بالك علي. لا ما بدي طول بالي، الله يصرفني من هالدنيا اللي أخلص منكم. ضوعتوا لي وقتي، ما عندكم للوقت قيمة ولا للرأس قيمة. مع السلامة. ماما أنا ما عاد خلي غوار يفوت على البيت. لا يا بنتي ما بسمح لك تقولي هيك ابدا ابدا. غوار خيك الله يهديك يا ابني ويورجيك ايام احسن من ايام. طولي بالك يا حبيبي هيدا خيك. وانتي يا دلال يا ماما روحي عند الجيران خليني اعروك رغيفين خبز. كل العالم اليوم عم بيحتفلوا بالعيد الا انت يا ماما. انتوا عيد يا ماما ومستقبلكم وبسطكم هيدا اكبر عيد عندنا. ماما انا ما بنسى فضلك علينا طول عمري. هيدا واجبي يا ماما. ابدا مو واجبك. لما توفى بابا عرض عليك صالح أفندي إنه يتزوجك وانتي رفضتي مع إنه عنده ثروة وبيحبك. ثروة هالسيرة ما بقى تجيبيها على لسانك أبدا يا بنت. أنا عندي بنت مثلك ومثل أختك دلال وما عاد بدك تفتش على ثروة تاني. شبك يا حبيبتي؟ الجارة مرة زادت تدينا رغيفين، قال احنا معذرين لأنه صرنا متدينين من عندك كثير وما حضرنا شيء. معلش يا ماما، معلش يا حبيبتي، الله يسامحك. ماما ما تزعلي يا حبيبتي، ياما ناس بيناموا بدون أكل،
ليش بدك دمعة مي تشربي؟ أغ أغ عود عيد ضا دانصاب ضا را رانصاب را با بانصاب با دارا با دارا با دا. ألو نعم أي نعم نعم أنا الباش مهندس نعم مرحبتين أي يا أخي ما بصير مو كل شغلة بدي فاهمكن عليها لا يا ابني الطريقة اللي كنتوا ماشيين عليها بالأول كلها غلط ما عم تسمع إيه الطريقة اللي كنتوا ماشيين عليها عم أقول لك كلها غلط إيه شلون بدكن تعملوا يا أخي على نهر جسر معلق شلون بركة التعاليق فلتوا والجسر سلات لا هذا بتقيموا لي اياه كله جسر ايه مثل عم فهمك وبتعملوا لي بداله جسر بركايز ركايز العادة وجسر فوقه وبعدين المي تبع النهر حولوها من تحت الجسر لا بيصير بيصير لانه المي عم تخلي العضايض يتشت شو الركايز وعم يقع على الجسر بعدين كل بتروح هلا بتاخذ سياره بتدور على كل النهوره ايه كل نهر كل على كل الجسوره كل جسر بتلاقي تحت منه في نهر حول النهر كلياته ما بدي اشوف ان هلا رايح ولا جسر تحت منه مي خلي العالم يمرقوا على الجسر على ركونه وبامان ايه دبروا اخي المي تروح وين مكان بس ما بدي من هلا رايح ابدا جسر تحته مي ايه ايه لا بصير مو شغلك هاد لسه مفلتين الشغلة ايه وبعدين شوف انه لمأمور الورشة بس يحطوا الرمل والبحص ما عم تسمع ما عم تسمع بس يحطوا الرمل والبحص يرشوا فوقه الشمنتو ايه وبعدين يدوق الخلطة قبل ما يصبها اذا ملحها قليل اقول لك اذا الشمنتو تبعها قليل ايه اوامل اشوفكم بدي شغل مهندسة اكيد امري ايه الله يعطيكم العافية إيه. إيه. مع السلامة مع السلامة فضل هيك حامل الصينية يا جاهل والله لو كنت تشتغل عند سيدنا الوالي كان قلعك من زمان شو مفكرني عشي قدامك كيف بدي احملها سيدي شو بدك تفضل في في سيدي معظم اللي هون عم يضجوا معاملتهم من جمعة لهلا عم تفوت لهون للتوقيع وما عم تطلع انت يا جاهل بدك تعلمني شغلي بلا تقعد باش مهندس محلي شو فايت على مطبخ عفوا سيدي ما قصدت ما قصدت قصدك ضريب يخلع رقبتك طلع من وشي قليل حاضر. الأدب حاضر. قليل الهندسة بس في واحدة برا قال بدها تشوفك خليها تفوت حاضر صباح الخير غوار أفندي هزبي ألفاظك وليش أقفت خدامي غوار أفندي قال غوار باشا أنا طب صباح الخير صباح الخير شو جابك لهون نزلت لك بتنكه الزباله قلت لحالي بمر عليك بركي اشتقت لي بركي اشتقت لي بركي اشتقت لي اولا انا غوار باشا الباش مهندس غوار العشي اللي بتعرفيه مو انا فهمتي يلا ايه فرقينا شو علي شو نسيتنا لا ما نسيتك عم اقول لك فرقيني انا مالي فاضي انتهى الاجتماع ديسميست نحن بدنا ناس من قيمتنا تحكي معنا شو صاير لك غوار؟ رح نخطب نحن بنت المتصرف يلا نصرفي من خلقتي وهو قبل يعطيك اياها؟ لسه ما فتحته بالموضوع باعتبار ما بعرف اذا عنده بنت ولا لا ايه شو عليه شو نسيتنا؟ الله يسامحك وقفي لقلك نعم شو بتريد؟ وين طالع على خاطر ولا دستور؟ مفكري حالك طالع من مطبخ؟ انقري الباب قبل ما تطلعي استأذني بالخروج لعمى شو هذا اخي؟ شو المدير اللي مخيط ليها؟ شو ورجيني لشو؟ يا سلام يا سلام
شو جاي لابستك لبس؟ والله والله كأنه مفصلة إلك هالبدلة. هي مفصلة علي هي. شبهها ورجيني لشوف. شرف فرج يا أخي شوف. ليك هالخصرة من هون معلمي شو حلوة. يا سلام. شو ظابطة يا معها. سلام. ما عليك تشوفها من بعيد. شايف خصرة حلوة كانت الجواكيت بالأول تطلع معك مثل أطرميز مصر لا رابي ولا خصر. يا أخي هذا جاكيت. هذا جاكيت من لباس. فرج قديش عريض. شرف شوف فرج ها. هاد جاكيت من لبس هيك لا من هون. هو عريض اصلا الدنيا صيف هذا الهوا بيفوت بيلعب لعبه اللي جوا شو هالحكي احسن والله. ما تشوه والله يا اخي بالدنيا كلها ما في لا هيك تفصيل ولا في هيك خياطه ابدا يا سلام معلوم يا اخي بالدنيا كلها ما في مو جنابك انت مخيطه ما في منه خلاص فعلا لا شوف شوف يا سلام على الاولبي خير شوي بالله ورجيني يا سلام يا سلام لا ما في ما في احلى من هيك مو هيك وبعدين مثل ما قال لك معلمي ايه شايف شو دقيقه عريض قصدا مشان الهواء مثل ما قال لك يلعب هذا الجاكيت نحن عاملينه قصدا اير كونديسيونيه مكيف يا اخي شو هالحكي اللي عم تحكي شو مجنون انا شو عم تضحكوا علي لا يا اخي حضرتك مالك فهمان باللبس اسمح لي اني اقول لك شو ماني فهمان هذا على الغسيل واللبس ايه بكش وبيتقلب عليك طبعا هلا ما بدي شيء هلا ما في القماش مو بكش على الغسيل اذا نقعته بدك تغسله هذا بلا ما بكش بلا حاسبين نحن حساب الكشاشان حتى ما يصير مزمرق عليك طيب يعني وحسبنا حساب الكشاشان قديش هذا بده يكش قال قديش بده يكش يعني شغله بالعقل الواحد بيقيسها بعقله لحال لك كش من خلقتي تعرف قديش بكش قديش خلقنا انا نحن واحد زبون ايه مفصل جاكيت عنا جايب شقفته من برا فما شلون أيوة. نقعناه بالمي ام كش الجاكيت كله صفي منه جيبه وزرين والله شيء حلو وبعدين اخي بكره بالشتاء بدك تلبس كنزات بدك تلبس اواعي تحتانيه كثير مشان البرد بقى حاسبين حساب نحن كل هالشغلات الله يعطيكم العافيه ايه صح شو بدك احسن من هيك كثر خيركم ما بدي احسن من هيك ابدا شيء عظيم كثير نعم حساب الكشاشان ما هيك بعد لا حول الله وهذا جرب تعال هذا البنطلون ورجيني لشوف اخي انت مالك عرفان تربطه شو ها هذا هيك هيك ايوه عندك دبوس تفضل تعرف معلمي مشان جاكيت باعتباره اجى عريض شوي اذا بنحط له من هالناح ضبان نعم ضبان لك ضبان للجاكيت لا حط ميالي احسن ما هيك اشرف بيكون ميالي ورجيني. يا اخي هذا بنطلون على فرض انا ما عرفت البسه هذا بنطلون من لبس هذا شو تعال شوف نعم الله لا يعطيك عافيه على التفصيل البنطلون هيك مفصل له اياه بعيد لشوف شرف فرج يا اخي شرف عريض ما مالك شايفه ما هيك بلا معه عرض شوي معه بس لا ايش بدي اسوي على كل غلطنا غلطه صغيره نحن طيب بسيطه انا غلطت بالقياس يعني عملت له قياس الرجلين للسرج وقياس السرج للرجلين على كل اذا مو عاجبك يا جميل افندي البنطلون لا تزعل ابدا نحن منفصل لك غيره رغم انه البنطلون مو حاكي شيء ابدا ابدا نعم بدي احكي البنطلون مو حاكي شيء بس انا اللي عم بحكي تعرف بيزبط باعتبار اخذين قياس بالمقلوب الرجلين لفوق نحن وهديك لتحت اذا بيمشي فيه بالانس بيزبط شو تلعب شيء انت رياضه لا بسيطه لا تزعل ولا تزعج نفسك ابدا وين في عنا ورجيني في عنا شقف منه تقصيص في هي تقصوصه ايه بدك تسوي لي بنطلون جديد من التقصيص لا لا انا راح اروح لعند جارنا اجيب لك شقفه وفصل لك اياها كل شيء الا زعلك انت زبون المحل بسيطه كثر خيرك ولو يا جميله فندي انا مثل حكايتك زبون ما بريده يزعل ويروح من المحل زعلان ابدا يا حين الشقفه لا لا راح اجيب لك غيرها وانا بفصل لك اياها مش مع الميلاد طويل ليش عشيت ليقوم يجي صاحب الجاكيت اللي لبسته ولا انا هذا جاكيتي وجاكيت زبون من لون واحد انت غلطان لك هلا كان جاكيت زبون على الكرسي معلق لك عم بقول لك جاكيتي هاد جاكيتي فهمت جاكيتك يا روح فهمت روح الله ييسر لك الله يوفقك وعط وصخ له اياه شو هذا جاكيت زبون هذا ايه نحن جواكيت زبونات نعملها روضاج قبل ما نسلمهم اياها مشان تقاليش بخليه يمشي فيه 500,000 بعدين مسلمه للزبون الله يعطيكم العافيه الله يعافيك كتر خيركم تفضل تفضل فوت
صباح الخير غوار بي. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا حضرة المتصرف. تحياتي يا سيدي. كمان سفان. امهارك مبارك. اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ اتفضل حضرة المتصرف. الحقيقة انا صار لي يومين ثلاثة ما شفتكم وكتير مشتاق لكم. قلت لحالي لفوت لعند غوار بيك هيك شوفه وندردش لنا شوي، ان شاء الله ما عطلكم عن الشغل بس. والله بتعرفوا انا مشغول شوي هلا باختراع نظريات جديدة بالهندسة. ما شاء الله حولكم. بتعرفوا قسم الهندسة ببلدنا راح يكون مزدهر كتير بأيامكم. معلوم. أنا جيت لك لهون يا أخي جهل فظيع بالأمور الهندسية. إيوة. مبارح عم بتحدث مع واحد من قسم المباني والجدران. أيوة. قسم الجدران. نعم. المعلقة. نعم. يا أخي جاهل ما بيفهم شيء. قال إنه بالهندسة ما في غير ثلاث زوايا. غلط وهيك؟ معلوم غلط. بعمرك انت شفت في اوضه شيء بثلاث زوايا؟ لا طبعا، الاوضه دائما زاويه تنتين ثلاثه اربع زوايا. اربع زوايا طبعا. ايه. قال ما في غير حاده ومنفرجه وزاويه قائمه. شو هالحكي؟ ما بيصير. ايه والله غلط، عم اقول لك غلط فظيع. في زاويه رابعه اكيد بالنظريه، والنظريه غلط اللي ماشيين عليها اللي تبعت الزوايا، لازم يكون في زاويه رابعه. طبعا بس بجوز. وينها؟ زاوية. بدك تطول بالك، بجوز متحوشة بشي درج بشي خزانة، بدوروا لك عليها بركي بلاقوها. يا أخي كل ما اجي مع واحد من هالموظفين بالدائرة عندي، أيوة، كل ما استدعي اسأله. نعم. لقيتوا الزاوية الرابعة شي بتلاقي لك ياهم بيتلبكوا، جاهلين أخي، بيتلبكوا وبيحمر وشه وبعدين بيتضحك وبيمشي ولا كأنه باش مهندس اللي عم يحكي. والله يا غوار بيك بدكم تطولوا بالكم على هالمهندسين الادب، لانه ما بدكم تقيسوا نظرياتكم الحديثه بنظرياتهم القديمه. يا اخي شو طول بالي، هالعمارات هلا كلياتها اللي ساكنتها البشر. اها. يلي معمره على اساس زاويه ثلاث زوايا والنظريه الغلط، بركي هبطت مشان الزاويه الرابعه يلي ضايعه. صح. بصير فاشعه. معلوم. بعدين اجالك هذيك اليوم لعندي معامله. ها. بدهم يعمروا خزان بنزين. ايه؟ بالشمنتو المسلح. يا لطيف، غلط مو هيك؟ طبعا غلط، اتصور بعقلك انت. ايوه. شمنتو مسلح. ها. بالنص بنزين. ايوه. شو بصير بين البنزين والسلاح تبع الشمنتو؟ يا لطيف. بينفجر بيفقع. يا لطيف، كانوا روحوا البلد والله. تفضل. سيدي غوار بيك، هاي معاملة العجلة جدا بدها توقيع. هاي شمنتو مسلح لما بلا سلاح؟ والله ما بعرف سيدي. طيب بدي ادرسها. بس في واحد برا قال معه دكتوراه بده يشوفك. دكتوراه بالهندسة. شو معه؟ دكتوراه بالهندسة. دكتوراه بالهندسة؟ ايه. طيب قال له هو يستناني والدكتورة اللي معه تروح، ما بدي اشوف نسوان بالدائرة. وبعدين اخي الدكتورة تراجع وزارة الصحة، عم تجي لعنا؟ حاضر. مع السلامة. نعم. بعدين شغلة تانية. نعم. انه جيت عم الاقي حل مشان الشمس. أنو شمس؟ باعتبار انه اللي بيبقوا ساكنين بالأبو اللي تحت البناية ما عم تجيهم شمس، مشان هيك البناء ما عم يكون صحي، عم يمرضوا. ولقيتوا؟ ايه طبعا لقينا حل مشان قضية الأبو هذا. رح تقوي الشمس؟ لا، الشمس حاولت ما قويت معي، عم يجي غيم اوقات بالشتاء. نعم. إلا أنه لحا من هلأ ورايح أمرت أنه الأبو يتعمر بين الطابق الثاني والثالث، بيجي شمس. الحقيقة يا سلام، يا ريت تلاقونا حل لقضية هالدراج تبع البنايات، لأنه واحد مثل حكايتي ختيار بيطلع على الدرج عم يتعب، يا ريت تلاقوا له حل يا غوار بيك. والله أنا يا أستاذ المتصرف، شو اسمك؟ حسني. حسني، حسني يا متصرف، لقيت حل، أو بالأحرى فكرت بالموضوع. ها. لقيت لك أحسن ما. ها. أحسن ما نجي نعمر 10 طوابق هيك البناية، بعمرهم 10 طوابق هيك مسطحين، ما بيعود في درج. يا سلام يا سلام، الله يديم عز الهندسة بعهدكم الميمون. يا سلام. بالمناسبة أنا بدي أفتح لكم موضوع، والحقيقة خجلان لأنه كثرة الأشغال عنكم، الله يعطيكم العافية. بس في موضوع تعهد بناء المستودعات، هي اللي أخذته الشركة الأوروبية وقت سوينا الكونتراتو، والدوسية دخلت لعندكم من أسبوع أعتقد، عم تدرسوها إن شاء الله خلصت الدراسة. يعني
قلت لي مشروع المستودعات. مشروع المستودعات، نعم. في عندي 2 من الشركة الأوروبية موجودين بمكتبي، إذا كان بتريدوا يعطوكم شوية إيضاحات أو يوضحوا شيء إشكال، لا استدعيهم لهون. لا 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 تستدعيهم، أنا هلأ بدرسها بسرعة كرمالك، وهي قلت لي مشروع المستودعات. أيوه بالضبط. إيه أنا يمكن شفتها، هلأ أدرسها وبجيب لك إياها، بجي لعندك بتشرف. أهلا وسهلا ومرحبا، يعني منكسبكم كمان بمكتبنا. أهلا وسهلا، تحياتي. تحياتك. غواربي شلون نعرف هاي المعاملة؟ عود لنشات لقيلي لشوف حجر العلام مشان أخذ لك قياس. مشان شو حجر العلام؟ ناخذ لك قياس جديد. فهمنا ليش عم تعيط؟ هيك أخي حياة ما تعبين، واحد منكم بيجي بعمره بيكون لسه مو لابس بدلة، بيصير بيجيب لنا شقفة منخيط له إياها، بتطلع قصيرة شوي، عريضة شوي، ايه؟ بيتخلق وبيخاني. طيب وين محطوط؟ مثل كأنه حضرتك كنت تلبس من عند كريستيان دوار. دور على حجر العلام، أنا بعرف وين محطوط. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمان انا مجبور ادور على حجر. ليه وقعت قدامي؟ ناولني اياه. شرف، تفضل. وين الميسوره؟ ليك لا تتعب حالك، انا بجيبه. بس استنى شوي. تفضل. هلا اول بدي اسالك سؤال. نعم. انت بدك تاخذ لي قياس. ايه. بدك تعيده بالقلم على الدفتر. ايه. بقى مشان شو بدك حجر العلام؟ شغلتي هي سطاح. نعم؟ سطاح. نعم زورني، بدي اخذ لك قياس مزبوط لحتى ما يصير خربطه. ليش اخي؟ لك اخي هيك قياس بيزبط اكثر، ما بيعود بيصير لخبطه مثل ما صار معنا هلا. بتريد يطلع البنطلون هيك؟ تفضل يلا. معلمي الاولاني كان ما ياخذ قياس الا على شو اسمه على الارض هيك، بما بعمره خربط بقياس كله بيطلع مزبوط. ليش معلمك شو كان الشيخ الخياط؟ أولاني؟ ايه؟ لا لك بياع جزمات. ايه؟ نعم. الله يعطيك العافية. لك أخي خذ لك سهوة وريح حالك وريحني. طب بالله يا أخي بدي أسألك سؤال، هلا أنت متأكد أنه لازم أنا نام حتى تأخذ لي ياس؟ نعم بطلوب. سيدي نعم هيك لازم تخدر بناج خلصنا بقى. بس يعني أنا فكري شغلة. لك أخي نام بقى يحرق لعمه على هذا النهار. بدك له جياب؟ طبعا يا اخي طبعا. بدك يا طويل لما اصير اصير زلمه وشوارب بلبس. حاكيني انت ونايل يا اخي زلم. مو نعسان ما بتسهر انت؟ بلا. ايه ما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول السهر. يعني نعم. عليك يعني عليك يا عمر الخيام. اخي بدي اسالك شغله. نعم. هلا انا شاب بلبس بنطلون قصير وبلبس فوقه جرافي، بحياتك شفتها؟ اخي في كثير ناس على العيد الصغير بيعملوا بنطلون قصير، على العيد الكبير بنطلون طويل، شو فيها؟ اخي انا اعمل لي اياها تبع عيد الكبير. اضربني، اعمل لي كفين وخلصني من الحياة. لا بسلامتك. لا اضربني. نام على الارض احسن ما الزم مخك هلا. اقسم بالله العلي العظيم لارتكب كان جريمة هلا، بس والله مالك محرز الواقف قدام الحاكم. ولا البهدلة. بسيطة بسيطة. شو ها؟ لك شو عم تعمل؟ عم ناخذ له قياسه هيك بتاك. تفضل يا اخ على مؤاخذه جميل جنابه هيك امر غوار بيك. شو بده ياخذ لي قياس؟ مزبوط طليعه. يا شو محسب حالك عند معلمك الاولاني حضرتك؟ على كل ان قياسك موجود عندي القديم، بيمشي حاله وانا بفصل لك اياها اذا ممكن. شو نساوي هلا؟ نفوت بعد شيء فوت شلا غير اواعيك وانا بفصل لك. شفت لك شقفين. يلا عيوني يلا.